يقول: في صحن الكعبة ومستقبل القبلة، وشخص قائم أمامي يدعو، لكنه كان متجه لجهتي والكعبة خلفه، فأشرت على بأن يستقبل القبلة، وكأنه همني أمر دعائه، وأنه يلحق على دعائه لا يضيعه، والشعور كان وكأنه قريب من الإجابة. ثم قلت في نفسي: لو كان فعل هذا داخل الكعبة لكان صحيحا، وله أن يتجه لا الاتجاهات. ثم كأني أرى شخص داخل الكعبة يدعو بنفس الاتجاه اللي كنت جالس فيه يوم كنت في الصحن الكعبة، وحاولت عرضها على معبر اسمه إسماعيل لكنه لم يعبره. فلما نمت في ليلة رأيت، ما أدري إذا هي أضغاث أحلام، وكأني عرض علي رأي، فقال لي هو فرج متتابعات على 4 دفعات في أمر صغير ثم يكبر، أو شيء من هذا القبيل، ولكن بين مدة زمنية قصيرة متقاربة، لأن الشوط في الطواف قصير، وكأنه يشير بيده للدوران حول الكعبة، وكأني في نفس السؤال: من وين يستشف الأربع؟ لأن الطواف 7 أشواط، وكأنه أقنعني بتقارب الفرج، لكن ما أمداني أسأل عن الأربع دفعات واستيقظ. نسيت أوضح يا شيخ أن الكعبة عندما كنت جالسا في صحن الكعبة كان يطوف عليها عدد مثل ما يحدث الآن، وكأنه في الفترة الحالية. لعل إن صدقت الرؤية هذه رؤية جميلة وفيها بشارة إن شاء الله تبارك وتعالى، أنها الاحترازات إن شاء الله خلال 7 أسابيع وما بعدها ترتفع إن شاء الله عز وجل. صدقت الرؤية والعلم عند الله أن الاحترازات بإذن الله عز وجل، والجائحة بإذن الله تبارك وتعالى بالنسبة للاحترازات يعني خلال 7 أسابيع من الآن في هذه الفترة وما بعدها تزال، ويرجع الناس يصطفون مرة أخرى، ويكون الدخول والخروج إلى الحرم وإلى العمرة إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء خلال 7 أسابيع إلى 7 الشهور القادمة في سبيل الانفراج بإذن الله تبارك. هذه رؤية تعتبر رؤية عامة، أما بالنسبة للشيء الخاص اللي فيها لعلك أنت أعزب ويمر بك بعض الأمور التي فيها ضيق، والدعاء اللي كان يدعو جهتك إلى غير ذلك، وكلمة من أين استشف، طبعا في الرؤية لما الإنسان يرى في الرؤية حد عبر له الرؤية داخل المنام فالتعبير صدق، يكون صدق. وال4 دفعات لأن الكعبة لها 4 اتجاهات، الكعبة لها 4 اتجاهات، من هنا جت الأربع دفعات. وإن شاء الله عز وجل تفريج لهمك، لكن أنت عندك تقصير في الصلاة، تقصير في الأذكار، تقصير في الطاعة، تقصير في العبادة مع الله عز وجل، وعندك نوع من أنواع أيضا عدم اليقين، عندك نوع من الأوبسيشنز. قال النبي صلى الله عليه وسلم الوسواس، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها وفرجت وكنت أظنها لا تفرج